أهلا بكم من جديد، نقلب معكم على مدى ساعتين عددا من الملفات، ونبدأ ساعتنا الأولى من الحرة ليلة من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث بدأت المحكمة اليوم جلسات استماع علنية لمرافعات حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة على مدار أسبوع إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي وإلى منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. فهل تسفر جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية عن نتائج قريبة؟ وما هي صلاحيات المحكمة لفرض أي قرارات على الأرض؟ وهل البيئة مناسبة الآن للحديث عن حلول في المنطقة هناك؟ جلسات محكمة العدل الدولية التي تناقش فيها قضية الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية بما فيها القدس الشرقية تأتي تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2022 من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن هذه القضية. رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام قال في افتتاح جلسة الاثنين إن 52 دولة ستقدم مرافعات أمام المحكمة في ملف سياسات إسرائيل في أراضي عام 1967. الجلسة المقامة هذا الصباح ستعقد أيضا في الأيام القادمة من أجل الاستماع إلى الإفادات والملاحظات التي طالبت بها الأمم المتحدة بخصوص المساءلة القضائية عن الأعمال العسكرية والسياسية لإسرائيل والممارسة على الأراضي الفلسطينية. وتشارك في جلسات المحكمة في قصر السلام في لاهاي دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، فيما قررت إسرائيل عدم المشاركة في جلسات الاستماع مكتفية بتقديم ملاحظات مكتوبة. وبدأت جلسات الاستماع التي تستمر أسبوعا بكلمة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال فيها إن الشعب الفلسطيني يعاني للبقاء على قيد الحياة وأن إسرائيل تحرمه من حقوقه منذ نحو قرن. باسم شعب فلسطين أتوجه إليكم فيما يحاصر أكثر من مليون فلسطيني في غزة، نصفهم من الأطفال ويقتلون ويجبرون على النزوح القسري، ويتعرض أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى الاستيطان ويطردون من أراضيهم، ويمنع الشعب الفلسطيني من حقوقه في تقرير المصير. نطالب بحل عادل لدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب سلام وأمن. ويحاول قضاة المحكمة مراجعة مسائل الاحتلال والاستيطان والضم وغيرها مما تقوم به إسرائيل، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة وفق وكالة رويترز. ويرى خبراء أن النقاش الذي تشهده محكمة العدل الدولية وإن كان غير ملزم من الناحية القانونية إلا أنه قد يزيد من الضغوط السياسية على إسرائيل بشأن الحرب المستمرة في غزة. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الأستاذ في القانون الدولي العام أيمن سلامة. أهلا بك دكتور أيمن على هواء الحرة. يعني ربما نبدأ بالحديث عن صلاحيات المحكمة بقطع النظر عن القرار الذي سيتم التوصل إليه، ما هي صلاحيات هذه المحكمة في تغيير الواقع على الأرض؟ أهلا وسهلا بحضرتك وسادات والسادة المشاهدين. المحكمة لا تحوز أي صلاحيات أو سلطات تنفيذية على الأرض في الميدان من أجل إجبار الدول التي يصدر بحقها سواء كان رأي استشاري كما الحال اليوم وعلى مدار أسبوع بخصوص الرأي الاستشاري غير الإلزامي المتعلق بالتداعيات المختلفة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى كانت اختصاص قضائي مثل تدليلا الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. المحكمة هيئة قضائية ليست سياسية، ليست تنفيذية مثل مجلس الأمن. مجلس الأمن بموجب الفصل السابع له العديد من المكنات والصلاحيات دون أن يلجأ المجلس لأي قوة تنفيذية. مجلس الأمن له صلاحيات إنفاذية، أما المحكمة
فالحالة الوحيدة التي تستطيع فيها المحكمة أو الدولة التي يصدر لصالحها قرار وليس رأي استشاري، قرار قضائي نهائي ملزم أو حتى أوامر بتدابير تحفظية أيضا ملزمة، تستطيع هذه الدولة كما حال جنوب أفريقيا أن تذهب خارج المحكمة إلى مجلس الأمن وتستصدر ما يلزم من قرارات تنفيذية من أجل إنفاذ ما يصدر عن المحكمة. هل هذا السيناريو الذي تتحدث عنه دكتور أيمن هو ما استدعى الانزعاج الإسرائيلي من هذه الإجراءات؟ لا، على العكس، إسرائيل تخشى وترتعد فرائصها تحبس أنفاسها لمجرد أن يصدر حتى ليس قرار قضائي في دعوى قضائي، ولكن أن يصدر رأي استشاري غير إلزامي تجاه أو ضد إسرائيل في نهاية المطاف عن الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. وهذا الرأي الاستشاري لن يتضمن بالطبع فقط عقيدة القضائية والفقهية للقضاة 15 لأعضاء المحكمة، بل الآراء التي ستستخلصها المحكمة على مدار أسبوع من إفادات ومرافعات ومكاتبات قانونية فقهية من 52 دولة ومنظمة دولية جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، التعاون الإسلامي اللي حضرتك أشرت إليها في التقرير. لذلك إسرائيل ترتعد فرائصها من أن تكون في خانة اليك زي ما بيقولوا باللغة العامية الفارسية، أو تكون في مصيدة قضائية من العدل الدولية، رغما أن ذلك الرأي الاستشاري من الناحية الفنية غير ملزم يعني قانونا. يعني ربما من هنا يأتي اللبس دكتور أيمن، لماذا سياسية وقانونية وحتى طيب. على الرأي العام هذه النقطة تحديدا التي أود أن أقوم باستيضاحها، أنت تقول أن إسرائيل ترتعب فرائصها على حد وصفك من ما يمكن أن يسفر عنه أو تسفر عنه جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية، وإن كانت كما نعلم جميعا هي آراء استشارية غير ملزمة من الناحية القانونية، فلماذا تخشاها إسرائيل صحيح. إلى هذا المدى؟ صحيح تخشاها إسرائيل لأن المحكمة ستفعل ما فعلته ذات المحكمة 2004 بشأن جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، الرأي الاستشاري الذي كانت أيضا طلبته الجمعية العامة. حين تقوم العدل الدولية بإصدار مثل هكذا رأي استشاري، ستعدد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وستكشف ما إذا كانت بالفعل إسرائيل ارتكبت أفعال انتهاكات قد ترقى إلى أكثر الجرائم الدولية خطورة، والتي تثير قلق الجماعة الدولية، وهي الجرائم الدولية الأربعة الرئيسة في هذا الأمر: جريمة العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. المحكمة ليست هيئة سياسية ولا دعائية ولا إعلامية، لذلك زي ما حضرتك تفضلتي، رغما من أن الرأي الاستشاري لن يحوز إلزامية قانونية فنية، ولكن الرأي العام العالمي والدول والمنظمات سيكون جرس إنذار وناقوس تحذير بأن إسرائيل ارتكبت كذا وكذا وكذا. طيب، هذا يدعونا للحديث عن الموقف الحالي. إلى أي مدى تعتقد أن هذه الجلسات قد تسفر عن إدانة أو نتائج لما قامت به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية؟ صحيح، بادئ ذي بدء المحكمة لا تصدر رأي استشاري بين ليلة وضحاها. أكيد. مثل الاختصاص القضائي أيضا في الدعاوى القضائية، الأمر بيستغرق الفترة الزمنية ربما سنوات، ولكن
هذا الرأي الاستشاري في نهاية المطاف هو يعني بيخاطب إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر، ويخاطب أيضا الدول المتحالفة مع إسرائيل بأنه لا فائدة ولا عائد أو طائل من استمرار الاحتلال، استمرار الاحتلال غير الشرعي العسكري، وهو أطول احتلال في تاريخ الإنسانية سواء كان في القرن العشرين أو في القرن 21 اعتبارا من يونيو 1967. المحكمة ستنظر في كثير الانتهاكات، المستوطنات، التهجير القسري، والمساعدات الإنسانية حظرها والرفض التعسفي لها والرفض التعسفي لإنشاء مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة تحديدا غير المشتركين في النزاعات المسلحة، الرفض التعسفي في إنشاء ممرات إنسانية وغيرها من انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وحتى جرائم ضد الإنسانية، وقد ترقى أيضا لجريمة الإبادة الجماعية. وهذا الأمر، هذا الشأن منفصل تماما عن الدعوة القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وصدر في 26 يناير هذا العام أول قرار أولي مبدئي غير نهائي، وأيضا تدابير ستة من جملة تسع تدابير تحفظية طلبتها جنوب أفريقيا الدولة المدعية من عدالة المحكمة العدل الدولية في لاهاي. شكرا لك ضيفي من القاهرة الأستاذ في القانون الدولي العام دكتور أيمن سلامة، كنت معنا مباشرة. ونستمر في محاور هذا النقاش، وانضم إلينا الآن مباشرة من تل أبيب الأكاديمي والمحلل السياسي يوسينا، ومن رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي جهاد حرب. أهلا بكما ضيوفي على هواء الحرة. سيد جهاد، أبدأ معك أولا، إلى أي مدى يعول الفلسطينيون على قرارات هذه المحكمة ربما في تغيير أي من الواقع الذي نشهده الآن؟ يعني مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين. أولا، الفلسطينيون أخذوا مسارا يتعلق بالمسار القضائي الدولي، سواء أمام محكمة العدل الدولية من خلال الرأي الاستشاري الذي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة أو طالبت به، أو أمام محكمة الجنايات الدولية. وبالتالي هذا المسار يدرك الفلسطينيون أنه طويل، لكنه على الأقل يراعي قواعد القانون الدولي ويأخذ بناصية القانون ولا يعتمد على العلاقات الدولية التي هي تعتمد في شقيها على المصلحة وعلى القوة وفقا لقواعد العلاقات الدولية. لذلك الفلسطينيين يروا بأن هذا المسار هو مسار إيجابي وجيد بالنسبة للفلسطينيين، ويسعون إلى ذلك منذ سنوات طويلة. تحقق لهم ذلك بعد عام 2012 عندما أصبحت فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة. في كل الأحوال، أريد أن أوضح مسألتين فيما يتعلق بعمل محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية لديها اتخاذ قرارات عندما يكون هناك نزاع بين الدول ويمكن اللجوء إليها، كما فعلت جنوب أفريقيا فيما يتعلق بخرق إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. وهناك أيضا إفتاء أو رأي استشاري تطلبه وفقا لأحكام المادة 96 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تطلبه الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويجوز للوكالات وكالات الأمم المتحدة القيام بذلك. طلب فتوى أو استشارة قانونية فيما يتعلق بحالة أو وضع قانوني من أجل أن تستأنس الجمعية العامة ومجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة في قراراتها وفي أفعالها بالقواعد القانونية الناجمة عن هذا الرأي الاستشاري. بالتالي له أهمية كبيرة فيما يتعلق بمستقبل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذا يعول الفلسطينيون كثيرا على هذه المحكمة وعلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية. وأريد أن أقول أهمية هذه الجلسة أو أهمية هذه المحكمة تكمن في مسألتين. المسألة الأولى أن هذه الجلسات تفضح انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتظهر مدى ممارساتها كنظام عنصري أو فصل عنصري موجود في الضفة الغربية في قطاع غزة. طيب، بالإضافة إلى استعمار، ابقى معي سيد جهاد ودعني أتحول الذي ذهبت الأمم المتحدة لتصفيته.
طيب ابقى معي ودعنا نستطلع الأمور مع ضيفي سيد يوسيونا من تل أبيب الأكاديمي والمحلل السياسي. لعلك استمعت إلى ضيفي سيد جهاد حرب يحدثنا من رام الله، هل تتفق في هذه النقاط؟ هل تتفق أن هذه هي المخاوف التي ربما جعلت من إسرائيل رافضة لما يحدث في هذه المحكمة من ناحية، بالرغم من تجاهلها لهذه الجلسات إلى أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة؟ مساء الخير. اولا اهلا بك. نقطتين لو سمحتي. تفضل. اولا انا لست مختص قضائي، والنقطه الثانيه انه لست ممثل رسمي لحكومه اسرائيل، اريد ان اوضح. هي نقاط واضحه، تفضل. وبعدين بغض النظر عن النتائج لهذا المؤتمر وهذه المحكمة العدل الدولية، طبعا هذا ضرر عميق لإسرائيل بغض النظر عن النتائج ما تكون إذا في هناك حرب إبادة أو غير إبادة. الوضع كيف ما هو، مجرد يعني هذه خلينا نقول المحكمة ولما تجري هذه القضايا، هذا بنفسه مجرد هذا ضرر بشكل يعني رمزي، وبدون بغض النظر اذا لها صلاحيات تنفيذيه او لا. هذا شيء واضح. ولما اتكلم عنه انه لست ممثل رسمي لحكومه اسرائيل، طبعا معناها لانه لي موقف، انه الموقف اللي هي انه طبعا يجيب علينا، يجيب على دولة إسرائيل، يجيب على المجتمع الإسرائيلي، والحكومة حاليا حكومة نتنياهو لا تمثل أغلبية الشعب الإسرائيلي. يعني معناها أنه إذا في نهاية المطاف الاستنتاج تكون أنه يجيب علينا، أنه يجيب على إسرائيل. سيد يوناي، يعني إلى حين أن نستضيف أحد المسؤولين من إسرائيل الإجابة على هذا السؤال، أنا لدي الآن أنت لأنك من داخل المجتمع الإسرائيلي، أجبنا عن هذا السؤال، هل تمثل حكومة نتنياهو المجتمع الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ طلعي، حكومة نتنياهو ترفض تقدم أي تقدم في مسار المفاوضات. حسب رأيي هذه المشكلة العميقة، هاي المشكلة الرئيسية. إذا يكون هناك استعداد، وطبعا أنا لا، هذا طبعا لا مبرر للمجازر التي ارتكبت لدى حركة الحمر الأرهابية، ليس أي مبرر لهذه الأشياء. بغض النظر عن هذا القضية، بقول أنه إذا أردنا يعني بشكل جدي أتكلم عن حكومة إسرائيل، أنه نتقدم بهذا المسار تفاوضات سلمية مع الجانب الفلسطيني والطرف الفلسطيني، يمكن أن تحل جميع المشاكل التي ما زالت موجودة بيننا وبين الشعب الفلسطيني. أنا موافق مع هذا التحليل بأنه حكومة نتنياهو، لا أريد أن أكون حكومة إسرائيل، طبعا يمثل الشعب الإسرائيلي بانتخابات شرعية وأشياء من النوع. حكومة نتنياهو بشكل خاص هي بحالة ورطة، هذه المشكلة العميقة. حكومة نتنياهو بحالة ورطة، لا تقدر ولا تريد أن تتقدم بطريق إيجابي اتجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر. وفي الأيام الأخيرة، الأشهر الأخيرة، أن حكومة نتنياهو بإضافة اللي قلته أنه أصبحت رهينة لأحزاب يمنية متطرفة في إسرائيل، وهذا كأنه هذا يخليها يجعل حكومة إسرائيل كأنه بحالة شلل، لا تقدر نتنياهو خاصة حالة شلل على الصعيد السياسي ولكن ليست على الصعيد العسكري، أليس كذلك؟ بالضبط، لأنه أغلبية الشعب الإسرائيلي، أغلبية المجتمع الإسرائيلي بيفكر أنه هناك مبرر لهذا. يعني أتفهم مما تقوله سيد يوسي أنه على الأقل على صعيد القرار هناك حالة من الانقسام. سيد جهاد، أعود إليك مرة أخرى في رام الله، في وسط ما سمعنا للتو من ضيفي سيد يوسي يونا، هل تعتقد أنه بالإمكان الحديث في هذه المرحلة للحديث عن حلول سياسية في المنطقة، في هذه المنطقة، منطقة الصراع؟ ونتمنى أن يكون هناك حل سياسي بإقامة دولة فلسطينية وإمكانية سلام شرق أوسطي متكامل ليعيش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في هذه الأرض.
لكن مع هذه الحكومة، مع حكومة نتنياهو، وأؤكد على نتنياهو وليس اليمين المتطرف الذي بجانبه، نتنياهو أيديولوجيا لا يؤمن بخيار حل الدولتين، وما قدمه في خطابه الأخير في الأمم المتحدة كان واضحا أن إسرائيل هي على كامل فلسطين التاريخية، لا يوجد دولة فلسطينية، لا يوجد ما يسمى الضفة الغربية وقطاع غزة، إنما يوجد إسرائيل. لذلك هو لا يؤمن بتاتا بإمكانية الحل السياسي، هو يؤمن فقط بتوسيع إسرائيل عبر الحرب كما قالها أثناء خلال الأشهر الماضية من خلال المكابيين الذي بعثهم نتنياهو وهو جنود الاحتلال الإسرائيلي للاحتلال، لاحتلال قطاع غزة. وبالتالي مع هذه الحكومة ومع وجود نتنياهو تحديدا لا أعتقد أن هناك سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو بين الإسرائيليين والدول العربية قاطبة، لأن نتنياهو لا يؤمن بالسلام، يؤمن بالحرب والموت والقتل والدمار فقط، وهذا من الناحية الأيديولوجية لنتنياهو، وهو يأتي بالدمار للإسرائيليين أو للشعب اليهودي. انظري ماذا فعل نتنياهو خلال هذه الحرب، ذهب بأبشع جريمة ضد الشعب الفلسطيني وهي جريمة الإبادة الجماعية، ويحاكم الشعب اليهودي أمام محكمة العدل الدولية في محاكمة أخرى طبعا قدمتها جنوب إفريقيا، في قضية قدمتها جنوب إفريقيا، وهي من أكثر الجرائم خزيا لم تمارس إلا ضد الشعب اليهودي في العهد النازي. ولا نأمل طبعا، نحن نؤمن أن هناك هولوكوست وأن الشعب اليهودي ظلم وحرق في المعسكرات النازية، لكن أيضا نتنياهو ذهب إلى هذا الأمر بقتل الفلسطينيين بشكل واسع وكبير، بغض النظر عن المسمى محرقة أم إبادة جماعية أم غيرها. ما فعل نتنياهو في هذه المرة في هذه الحرب هي أشبه ما يكون بمحرقة ضد الشعب الفلسطيني، بتجويع الشعب الفلسطيني، هذا ما فعله النازيون، ونتنياهو يشكل ذلك، بغض النظر أن الشعب اليهودي لا يرغب بذلك، وأنا نؤمن أن أغلبية الشعب اليهودي لا يريد أن يذهب إلى هذا الاتجاه، وإنما طيب إلى السلام. ابقى معي سيد جهاد ودعني أعود إلى ضيفي. نتنياهو جرى القانون الدولي والقواعد القانون الدولي والمحاكم الدولية لمحاكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي. طيب ابقى معي سيد جهاد ودعني أعود إلى ضيفي سيد يوسي يونا. هل ما ذكره ضيفي سيد جهاد حلب بالإضافة إلى المجتمع الدولي، هل تخشى الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة من تزايد الضغوط عليها من قبل ربما بعض الحلفاء حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل إدانة إسرائيل في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية لما يحدث في قطاع غزة تعقد من وضع إسرائيل مع الحلفاء؟ طبعا طلعي، أولا أنا بنصح يا زميلي من رام الله أن لا تكون هناك مقارنة بين اللي عملوا النازيين والحرب في قطاع غزة، ليس هناك يعني نية لمقتل فلسطينيين قصدا، هذا لا لا لا. وأنا طبعا أقول أنه طبعا اللي بيحدث في قطاع غزة مأساة، في شك بهذا الموضوع، لا أريد أن ألغي الواقع، بس ليس هناك مقارنة، وهذا لا يساعد يعني الحوار بيننا وبين الفلسطينيين. بالنسبة لسؤالك، أولا نقطة أخرى، طلعي عام 2009 كان خطاب من قبل نتنياهو، خطاب بر إيلان، هو يعني طبعا كان مضطر بشكل ما، لكن قال أنه هو يؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة. حسب رأيي أنه إذا تكون هناك ظروف تشجيع وضغوط من قبل الشركاء، وأنا أتكلم عن الشركاء وفقا لسؤالك، طبعا هذا له يعني أضرار، لأنه أمريكا أو دول أوروبية غربية أو شركاء إيديولوجية اقتصادية ونحاية أخرى، ونحن مهتمين كثير بموقفهم بمساعدتهم بتأييدهم، ولهم طبعا تأثير على الحلبة السياسية في إسرائيل. طيب. سأكتفي برأيي عند هذه النقطة لضيق وقت الحوار، وأذهب بها مرة أخيرة إلى ضيفي سيد جهاد. هل تتفق مع هذه النقطة أن الإدانة من قبل محكمة العدل الدولية قد تعقد من وضع إسرائيل مع من وصفهم ضيفي من تل أبيب بالشركاء؟ بكل تأكيد، لأن هذه
الشركاء هؤلاء سيخشون من جديد لأنهم يخرقون القواعد القانون الدولي ويخشون كذلك متابعتهم أمام محاكمهم. لكن أريد أن أوضح قضية ذكرت قبل قليل مع ضيفك السابق سريعا إذا تفضلت. محكمة العدل الدولية لديها سلطة إلزامية وهي تشبه المحاكم في الدول، ومجلس الأمن يشبه الحكومة في الدول، والجمعية العامة تشبه البرلمان. وبالتالي عندما تصدر المحكمة قرارا خاصة في النزاعات في النزاع، مجلس الأمن يطبق ذلك باعتباره سلطة تنفيذية، أو تلجأ الدول لتطبيق من خلال مجلس الأمن. لذلك قرارات المحكمة ملزمة، وأيضا رأيها الاستشاري أيضا يستأنس به في أعمال الوكالات المختلفة للأمم المتحدة وفي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مجلس الأمن الذي سيأخذ بعين الاعتبار هذا الإفتاء وهذه القواعد الفقهية التي تنتجها محكمة العدل الدولية. وضحت وجهة النظر ضيفي المحلل السياسي من رام الله جهاد حرب، شكرا لك. شكر كذلك موصول لضيفي من تل أبيب يوسي يونا الأكاديمي والمحلل السياسي.